السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هقول لكم الأول كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير بإذن الله. رمضان على الأبواب، ولازم نبدأ نحضر لحاجات كتير بنحتاجها في رمضان بدل ما نشتريها. هنعمل السوبيا دي، السوبيا الحلوة اللي هي مش بالخمير، بنعملها من مكونات حلوة في البيت زي جدتي وجدتك والناس دي ما كانت تعمل الحاجات دي في البيت. احنا ان شاء الله هنرجع نعملها تاني اوفر وارخص وانضف. هنبدأ نجيب حاجتنا في البيت ونعمل كل حاجة في البيت بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين بإذن الله. هتحتاجي ايه في الاستوبيا الحلوة دي؟ هنحتاج حاجات موجودة في البيت ومتوفرة عندك وسهلة جدا ورخيصة وكله هيعملك بطرمان قد كده. هتحتاجي سكر عادي جدا من سكر السنترافيش بتاع التموين، حتى ده السكر العادي اللي بنشتريه الحب. وهنحتاج باكو كريم شانتيه اي نوع او بسايب كوباية، يعني المقادير كلها قد بعض، كوباية كوباية كوباية، والسكر طبعا حسب الذوق، حبة كوباية حبة اقل انت حرة، وكوباية حليب بودر، وروح حاجة اسمها روح الجوز الهند، هتلاقيها بودرة بنجيبها سايلة في الحاجات الحلوة، ولما نكون هنعمل حاجة في بودر نجيبها بودر من عند العطار، بودرة روح جوز الهند. هنحط الكريم شانتيه الأول وهحط عليه السكر، مش لازم يكون سكر مطحون، سكر عادي علشان انت كله هتضربيه ساعة هتدوبيه، يعني مش هيحتاج يبقى مطحون ولا غيره. شايفة؟ سكر عادي جدا، وروح الجوز الهند اللي قلنا عليها. هتجيبي روح جوز الهند من عند العطار بودر، وزيها كريم شانتيه سايب بودر او بواكي زي ما انت حابه، او كياس، وسكر على قد، يعني الكل حاجه قد بعضيها في العيارات الثلاثة اللي احنا اخترناهم، ما عدا طبعا روح جوز الهند معلقه صغيره. هنقلبهم كويس جدا مع بعض ونعبيهم في برطمان. وكده عملتي السوبيا اللي بتجيبيها علبه قد كده بمبلغ وقدره، هتعمليها في البيت شويه قد كده يقضوك لغايه رمضان ما يخلص. شايفه دول؟ وحاجة انتي حاطة فيها حليب بودر متأكدة منه 100%، وحليب كتير زي ما انت عايزة، يعني كوباية قبل كوباية يعتبر حليب كتير. وانتي لسه كمان لما تيجي تجهزيها هتزودي سكر براحتك، هتحطي حليب تاني براحتك، انتي حرة. انما دي العيارات الأساسية بتاعتنا، كله قد بعضه، وما شاء الله بترمي كمية كبيرة، وبتحتاجيها في رمضان طبعا بأحلى شراب سائع بيبقى السوبيا، السوبيا الحلوة اللي بنقول عليها اللي هي سوبيا بدون خمير، سوبيا ساقعة. هاخد كده دلوقتي بسرعة التجربة قدامك، هاخد معلقتين صغيرين زي ما انت شايفة، هحط عليهم مية عادية، هي ما فيهاش اي حاجة لا حليب ولا اي حاجة، انت طبعا براحتك هتحطي حليب هتحطي تاني، احنا حاطين حليب، هتزوديها اللي انت عايزاها، كده كده غنية طبعا، انت شايفاها فيها حليب وكريم شانتيه وحاجات مغذية كلها، لو حابة تحطيها على حليب براحتك تاني. بص انا حاطة على مية مش اكتر، وما حطيتش سكر ولا حاجة، على السكر اللي فيها انت لو حابة تزودي زودي. بيحطوا لها حاجة تاني كمان اسمها المبيض، عارفة المبيض اللي بيجي مع القهوة؟ بيحطوا لها معلقتين كده حاجة من المبيض ده، بس انا مش متوفر عندي فحبيت اعملها عادي عشان اوريكي ان ممكن تعمليها عادي بدون المبيض ده. والمبيض بيجي مع النسكافيه وبيجي غالي، طب معلقه ما نعملها كده، هو هيطلع زي الفل وبيضه وزي العسل اهي، ما انت حاطه حليب هتستغني عنها بالمبيض من المبيض ده. انا ما اعرفش غير المبيض اللي بيجي مع القهوه هو اللي بيحطه لها، فاذا كان في حد بيحط لها حاجه تانية عادي، انا بحط لها الحليب بتاعي عادي البودر، وبنحط المبيض بتاع القهوة معلقة على الكمية كلها، بيدي طعم مش اكتر، يعني زي الكريم كده، كريم زي الكريمة في بقك كده، وهي اصلا فيها كريم شانتيه فبتبقى ما شاء الله غنية جدا يعني. وبصي جمالها وتقلها ولونها، ولسه كمان والرغوة، انا ما ضربتش في الخلاط، كمان لما بتضربيها في الخلاط بتبقى رغوة جامدة جدا وجميلة جدا جدا، واقتصادية وحاجة عاملاها في البيت. وكل عام وانتو بخير، رمضان على الابواب وبيحتاج الحاجات دي، ان شاء الله هنحتاجها في رمضان كتير. ومنزله لكم كمان بودره الكركديه الساقع، ان شاء الله تلقوها بعد دي باذن الله.
الاتنين احلى من بعض ان شاء الله، يعجبوك جدا. والكركديه ده سريع، تعمليه سريع مش هتغلي ولا اي حاجه، حاجه على السريع كده يعني. الحاجات الموفرة اللي هنعملها في البيت هتنفعنا في رمضان كتير، وهتوفر علينا في الوقت، وكلها مشروبات بنحتاجها في رمضان. وكل عام وانتم بألف خير. يا رب تعجبكم وبألف هنا، وكل عام وانتم بخير حبايبي. ينعاد عليكم إن شاء الله باليمن والبركات، لا فاقد ولا مفقود بإذن الله. أحلى بودرة صوبيا هتعجبك إن شاء الله، بألف هنا وشفاء. ورمضان كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.